جيت وقررت باش طيب اليوم. والله يا بناتي انا قلت اليوم نطيب كسكسي بالحوت، قولك ماما جيجي سباكيتي برفافور. بارك الله على بنيتك، تعلمت تكلم بالطليان. باجيو ماما. شنو معناها هذه باجيو؟ ماني بالطبيعه يا ميمه. والله وانا قلت بنيتي مخها مسكر خي طلعت تعبر. مالجيني هكا توا ميمه. شنو مالجيني؟ مالجيني معناها خسارتك يا ميمه، خسارتك. توا عمل لي نحبك تقول لي جمله مسرسته كلها في جرة بعضها. ليه هكاك نخاف عليك لنتعبك؟ نحبك تعب. دل بييرو جاتوزو ألبرتيني توتي جيجي بوفون، شقولك؟ الله الله الله، هاك تعلمت. وشنية من الاخر جيجي؟ جيجي بوفون معناها نموت عليك يا جيجي، أحسن جيجي في الدنيا. حتى أنا نموت عليك. ما تيرازي. شنو ما تيرازي يا ميمة؟ معناها نحبك 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 يا ميمة. حتى أنا ما تيرازي على الاخر، وربي هو اللي يعلم. عسلامة ومرحبا بيكم بحذايا اليوم، وحسيت اللي رمضان فيح، ويا ربي إن شاء الله يدخل لكم بالفرح وبالمسرات. وهاي ددوا بحذايا كالعادة، إن شاء الله عادة تعلمت حويجة من عم ناول. لا تهنى ميمة، سنة تغرمت بالكوجين. وزاد أقول لكم حاجة، هي دبرت معايا العشاء البارح. ليه هكاك تقدمت تبارك الله عليها. اليوم عملت لكم دبارة، عملت لكم دو زونتخي اللي هما سلطة روز، وعملت لكم سويبعات بس نسينا نعملوه بالملسوقة، اليوم باش نعملهم بالبات فيتي. والبلا بتاعنا موسكا غريغية تنقول لكم عليها. ومن الاخر احلو سهريتنا خبزة فستق مكهو. تو ميما باش نقولوا شنو لازمنا لسلطه الروز. فوالا بسلطه الروز، مادام قلنا سلطه الروز لازمنا روز، دونك لازمنا 200 غرام روز. فوالا شنو الاخر؟ زيتون اخضر و زيتون اكحل. قداش خدينا؟ 50 غرام. 50 غرام مقصوصين. شويه مالح زاد كيف كيف 50 غرام. 50 غرام قسينا مالح. فلفل احمر وفلفل اخضر، شويه طماطم زاد مقصوصه جيده. قديش شويه؟ ما هكاك زاد كيف كيف كعيبتين طماطم مقصوصه جيده على الاخر، شويه كبار، شويه موتارد لفاح، شويه خل، شويه زيت زيتونه نتاع غورمانديز اللي السنه شيختنا ما خليت ما عملت معانا، وجبن قيصر هذيك باش نزينوا بيه، وعظم المراه، والطن كبدور. وتوا نبداو نبداو بشنو؟ نبداو بسلطة الروز. فورت الروز، ما في حد شيء، شوية تفي الروز، تحط المقفول متاعك بالماء يغلي، تحط الروز متاعك، تحط له شوية ماء وتحطه يتفور. هاي نوريهم كيفاش ملميم. هذي الروز متاعي. والعطري متاعنا ددو الثانية باش نعملو في هم السلسين، نعملو سوابع بالملسوقة. اليوم باش نعملو سوابع بالبات فيتي، وباش باش نعبيهم باش نعملهم بالمرقاس. نستحقو البات فيتي، ونسحقوا شويه اصفر عظام بوغ لا دو اللي باش نعملوا الكدورير نتاعه، ومرقاس، ومن بعد باش نذروا عليهم شويه جلجلان. والا اللي يحب باش ما ياخذونيش بالنفس، نعملوا شويه سينوش. سينوش ذر فوقهم يسرح له. انا باش نعمل بزوز. باهي دونك نبداو ميما. نبداو بسلطه الروز. داكا. دادو برا بنت اللي عايش بنتي شقايله، ياخذ الروز نتاعي اللي هو فورته، تنجموا تفوروه والا طيبوه في الماء ومن بعد تصفيوه كيف كيف، يعطي فرد نتيجه. المفيد ما يعجنكمش وما يبداش معجن، خاطر سلطه الروز ماهيش حلوه كي تبدا معجنه. توا دادو مدلي صحيفه باش نعملوا فيها الفينيغريت الكل. باهي. وحلي دبوسه زيت زيتونه نتاع غورمانديز، انا سني شخت بها. حتى الدبيب زيت مزيان، بداو مزينين في الكوجينه. مزيانه دبوزه. ريتهم الدبيب زيت اللي شريتهم جدد. وريني. فرش. ياسر يفطقوا. مازال هذاك شويه شانتيون حطيتوا لك. في بالك زاهيوا لك الكوجينه نتاعك ولا لا؟ هي زاهيه بوجود نعاد. لا هكا. قديش نحط زيت؟ هاي دقيقة عاد نجيبو مغايفة دادو نكيلو على التو. صبوش صبيت. لا على التو ما تعلمنا سي. لا بنيتي والله شيء لازمك باقي نكيلو. هاي. هاي بنيتي هاي هذايا مغرفة. زوز هكا هاو صحيتك. دوك حاطين ثلاثة مغارف زيت زيتونة تاع كوكو. صحيت تو تحطي شوية ملح وفلفل أكحل وتقص لي جبن. باهي
ان شاء الله اليوم عاد ما نتعركوش ان شاء الله اليوم نبدا ليه لبيس هكا توني ما او حط تدو على الاكل بلانش وقص لي شويه جبن حاضر جبن قيصر نتاعنا جودة هاو تو نحط المايونيز نتاعي خلط هذا الكل نزيد نحط المطارد نتاعي اللي هي كاب دوغ اسمع هذوما راهم سيكينوكس مازلت كي شريتهم جدد استحفظ عليهم ليه تهنى نحط بغير فم تاع قهوه انا بغير فاتي صغار دوك نحط نوفي شويه بغير فم تاع قهوه مطارد باهي نخدمك الفينيغريت بالكدا عليها هوني نخلط على كل الروز نتاعي المالح الكورنيشون وشويه سفناريا باش نزينوا بهم احنا قلنا ميما القيصر صحيت هكاك متعه كي نبداو باش نزينوا نعملوهم هكاك جيدين دادو مرتوبي صحيت هكاك نحطوا الفلفل والطماطم نتاعنا احمر واخضر باش يزينوا لنا المنظر نتاع سلطه الرز نتاعنا خلطوا هذا الكل ونخلطوا عليه من الاخر المايس والتن نخليوه من الاخر هذاك باش نزينوا به والمايس زاد نخدم المايس كابدور حتى المايس ميما كابدور كل حاجه نعملها هذيك ما بدلش منها مش كيفك انت ما احنا ما فيهاش برشا ماء ما فيهاش ماء سي بون هكا ميما ولا نزيدك شويه جبن هي تبارك الله عليها بنتي هما يقولوا سلطه روز انا نعرف اللي نعمل سلطه روز ما عادش نجم نتعشى قنع بالقديم حتى انا تعرفني ميما قديش نحبها قديش ناكل منها وتوا الدنيا سخونه بنيتي ورمضان سخون واحد من ذبيح بيجي تخفيف فيها برشا خضره فيها المنافع الكل فيها شويه خضره فيها البروتيد الليبيد الجلوسيد ايوا حتى في السحور ما تقلقش تحب في السهريه جعت في اضيح ديك الحلو وانت عاد تحب تولي سفيلت اخر حاجه نزينوا بها التون والعظم والجبن تحب نقص لك العظم والتون تنقول لك حل الحكه تقول لي نخاف على يدي طيب ما حل انت انا قلت لك نقص لك العظم استنى دقيقه اللي تدو هذيك الحاجه السهلة انت باقي تحب تعمل شنو هي ميم هاي دوك توا حاطينها فيها الفينيغريت نتاعنا اي تو نحطوها مازال ما حطيتش الطماطم خاطر نخلطها هي من برشا طماطم بالله لا لا مش نحط برشا طماطم ايش نقول لك دادو على خاطر ما نحبش نحط الطماطم هي الاولى باش ما كي نبدا نخلط ما تتغفص لي شيء لي سواكي كمي ما نحطش برشا طماطم بالطليان فاش نقولوا لك توماتو توماتو كل شيء تزيدوا اتو تجي طليان تعلمتها سهله اللغه يا ميما سهله على الاخر روتانيا تو ماني انا ما قلتلكش اللي انا قررت شنو نحكي اللغات الكل اليوم توا سي انا دبرت راسي وحفظت الطليان بالقدا وليت هكريت بكريكا كيفاش نحكي وكل دوك توا باش نتعلم اللغه الديكسيونير تاع الطليان هاي خا نجيبك زينوها دادو تو نحطوك هاي دادو العظام كل كعبه دادو قصي لي على اربعه باهي دوك وين نحط لك ميما الجبن؟ الجبن خليه لي على البلانش وانت خدم العظام نتاعك من هون هذيك خبيها هذيك خبيها في الجدار والعظام كل كعبه عملها لي على اربعه باهي دادو باهي ميم ديكوردو هكا سافا جي جي كيفاش على اربع كيكه يا ريت كي قلت لك ما تعرف تعمل شيء انت قلت لي يا دادو يقول لي قصها رونديليت رونديليت يا ميم اش قلت لك اللي تقول لي نعمل نقول لك خلي خاطر نعرف ميم تعرف كلام بالالمان انت نعرف كما تعرف انت اي نعرف هنا قول لي ترى قول لي حتى كلمه شنايدر شنايدر الماركة نتاع التلفزيونيات في بيت لا لا اش معناها نسيت الوقت الوقت هو شنايدر قول لك حاجه حتى الطليان يظهر لي تكذب عليه مقبليك شكيت فيه والله بديت نشك فيك بناتي مالجيني ميما مالجيني خسارتك تو نبدا ميما نزين فيها بجبنة دقيقه دقيقه يهبل هو بارك الله فرت تعرف تهزو
بين نحط معاك طن؟ لا حط معايا شاي. تخلعونك يا ميمة. لا لا انت عظام اللي قتولي الكل. قعدت تغزل عليا ميمة. ماله قولوش ناس اكبر منهم يغزل عليك. قولوش قول سامحني. قولوش اكبر منه ما يقولولوش تغزل. قول له متغش عليا مامي. قعدت متغش عليا ميمة. صحي تما تغزل هذه يقولها بنيه قدك. فوالا هاي حطها والجبن ما لبزهاليش كيفاش نحط الجبن نحطو من انت هي تا تخاوني مش نحير كيفك انت هكا ديت كل شيء وحدك حط انت بلبصتها فوالا هذا يا حويجه بنيتي صعيبه على مخك هذيا اجا نبدلوها هي هاي هاي سلايتتنا حضرت محليها 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 هاك هزو دادو هذيك ما حشتنيش بيه هاي عنا منو كملنا منو تخبيهولي الحاجه اللي نكمل منها دادو خبيوها به نازك البات فيتي نتاعي حطها فوق البلون تاعي فاريني تمدلي سكيكنا ماضيه دادو مكان تاع سيكينوكس هما كلهم ماضيين كي تشوفوا هما كلهم ماضيين نرد بالك رد بالك كي تعرفش تعمل لي دادو زوز عظمه نحيلها الابيض وعظمه نحيلها الاصفر هذايا كملنا منها نحيوها نعملوا جو على سويبعات نتاعنا باتريتي راهي تبدا فينو لازم واحد يرد بيه واحده واحده سمت انا ناخذ كعيبه المرقيز ونكيلو قدها قد قد ونقمر طيب العظمه هيدي ما يسالش واحده تزين دوك احنا قلنا حاجتك بالابيض اي حاجتي كان بالاصفر مش بالابيض بالاصفر ضرير تجيب الابيض دادو انا نقول لك شنو نعمل ضرير تقول لي حاجتك بالاصفر بالابيض الحمد لله فهمتك يا بنيتي هاي أيوة. اركض هولي اركض هولي دادو ما مخي في الالماء ونعمل ثلاثه ولا اربعه دورات على كلبات فيتي لا ونقص دادو ريتني كيفاش عملت وانا خليني نكمل نحط نعمل الفينيسيون باهي هاي اعمل كعبتين ترى دايكو كايل كيما وريتك نهز الجلاني ونهز سينوجي ونكمل مريقلهم قلنا نقسموها احنا لا لا ما عادش نقول لك عينيك فيك شاهد الله عليك والله لا نقول لك خلي خليك خل نشوفك وين مركز انت سكرها شويه بالعظام نقول لك حتى شيء عينيك ما رشقينو يعملوا طولها شوية دورير سكرناها بشوية عظام نحطوا لها شوية دورير أيوة ومن بعد نحطوا عليها الجلجلين زينها بالجلجلين قلنا والسينوج سينوج جاي باش ما ياخذوناش بالنفس لاباس إن شاء الله يا نجيب بس علي انت كملت دادو عملتها كعبه كملت اهو عملت كعبتين هذه وهذه هي اللي قط قط هذه هي شنو نعملها يا ميمه هذيك هي ايه هذوك نقولهم انت ايه خلينا نجيب بنصور نعمل معاك والنبي محمد هذو باش نحطهم لك انت قدامك في الشقه الفاطر حتى باش نذوقهم العبد ولا ما نجم جيراني ما نجمش هاي الكعبه الاخرى كملها معايا يا ميمه ضيعوش الوقت انت تحكي على الوقت ما عارف كان قيمة شنايدر كان انا يا ميمة دونك حطيته في 180 درجة لمدة 25 دقيقة حطهم تاو بناتي في الفور اي شعلته دادوة شعلته اي جوست كي باش ندخل هكا وحطه في الفور اي توا باش نعمل انا صوص طومات ولا واعطيني شويه ثوم دادو
ايه وينو هو؟ طماطم يا سيدي 6 كعيبات والا حك فما حكوك يبداو مرحيل طماطم معجونه ما كانش 6 7 كعيبات طماطم مرحيين فريشكه. والثوم قداش نحطهم؟ غير فتين دادو يحب لها شويه هكاك هكاك زيد شيشه اي خلي لي اللحم مفروم عاد فوالا صحيتك شويه كليل هكا. وهذا البازيليك الحبق نحط شويه فلفل زينه ونخليها تبقبق على ريحتها. هذو ما حشتي بيهم دادو غير ما تهزهم شويه ملح شويه فلفل اكحل غنحط معاك فلفل اكحل يزيد هذوك هاو ما حطوش برشا صحيح هذيك تقعد تبقبق على ريحتها نغطيوها وانا نطيب اي طيب باش نغطيها واحنا وتو نطيب قبل بشاميل باش نعمل لحم المفروم ده بدلي تنيجره عايش بنتك الصغير باش نعمل بها لحم مفروم البشاميل هي الاخر فوالا كيف كيف دادو زيت خبيته هو زيت من ميتو دادو كي تزيد والله يمي ما عجبتني على الاخر عليها دبوزه تهبل وحدي نجم يزين بها اي باش نقول لك عليها دبوزه تاع بارفان شويه زيت دوك حاطين شويه زيت شويه زيت معناها مغرفتينه اي هكاك شويه بصل مغرفتين قداش بصل؟ مغرفه ونص مغرفتين هكاك بصل والثوم والثوم زاد هذاك اللي بقى لنا دادو اي هذاك اللي بقى نكمل فيه مغرفه ونص هو يطلع يظهر هكا قليهم شويه تومي مش كنت طعم من غيري كي ما نجيش بحذيك ايه ولا نرتاح شنو نعمل غير نرتاح ترتاح مين ولا نرتاح حط شويه شنو باش نعمل غيرك شكون كان يعاونك ميلا عاون روحي بروحي يعاوني يا ربي ونخلط عليهم اللحم حتى باش تنحي دادو تنحي الشطر خليتها هكاك يا ميما ما قلتلكش ما زلت لا يا اخي عندك جواب خاطر مش مقنع داير سبحان ربي طيب وهذايا شو دادو تزيدها نكيته نكيته ما تمشيش تحربها عايش بنتي فرحك تو نحضر كل شيء المكونات الكل نحضرهم مع بعضهم ومن بعد نعمل الدريساج نتاعي صحيتك دادو كها ما خلطهاش ميما لا خليها تبقبق على ريحتها به امورنا واضحه هذه زي مفروم فيه شروخ خليته يمشي شويه وتوا نعمل الصوص بشاميل نتاعي مد لك ريجين عايش بنتي 100 غرام دادو بابي لا هذا يتسمى لوغو نتاع يتسمى لوغو نتاع البشاميل دونك شنو نعملوا الاخر شنو نزيدها دادو دقيق دقيق ذوب اي ما قول لي شنو نزيدها نزيدوها الفارينه دادو 50 غرام فارينه فارينة ديري 50 غرام فارينة ديري تو مهما فارينة نشريها قبل ما ندعم بها جاتو ولا حاجة تغربلها هذايا عندي فيها ثقة ما غربلها لا حتى شيء هي اللي ما فيها حتى شيء ما فيهاش كابر باقي نبدا فيق نتفقد الدنيا الكل ريتو ثلاثة حاجات ونتفقدهم ثلاثة نبدا في بالي بيو مديش راقدة نحس فيك عندك رقدت انت لا والله لا يا ميم تو نحط له 50 غرام نحطوا 50 غرام فارينة ديري صحيح ونعمل الغو نتاعي ونقعدوا نخلطوا فوالا وبعد نخلطوا عليه الحليب نفس سيتر حليب هاي توا صب لي الحليب هاي بشويه تبزعوا الكل في الدف الغاز صبوا الكل كل 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 نص سيتر قد قد صحيح هاي جيب الكراب تو ددو باش نعملوا شويه النواد موسكا خاطر البيشاميل ما تجيش ملح وفلفل اكحل ونواد موسكا زوزة الطيب تفكرتها بالعربي زوزة شنو؟ زوزة الطيب هكا هاو دادو هكا هاو تفوح هي برك قلت لك هاو هي تنطت انت يجيك اخو هكا سافا سافا تو اذا كل شيء طاب نعملو دريساج ولا سي بون؟ خليها بشوي باش نوريك باش الحاجه دادو ما تشدلكش كي تعمل غراتان ولا تعمل لازانيا ولا تعمل حاجه نوريك فاش تعمل تحط دادو هذه تعملها بالريجينه
وتحط عليها الشابلو. تقعد تحط الفارينة. نحط شابلو. الحاجة كي تقلبها تتقلب قلبي. ما عادش تتنحج، ما عادش تشد جملة. والله هي لها الأستوس. هذيك أستوس عطيتها لك. هاي فيسا فيسا دادو عملها. هاي ميما. وعدي عليها الشابلور. الشابلور اللي هو الخبز اللي يقعد لنا اللي العباد يبداو يلوحوا في الخبز والكل هذاك يتقص ويتبشمت ويترحى ويتغربل ويتحط في دبابز. معاك شيء مذيع يا ميمة. مش العباد يقعدوا لهم الخبز يبداو يلوحوا فيه في الشوارع. هذاك يتقص يتقص ويتبشمت في الفور ومن بعد ترحيه ومن بعد تغربله ومن بعد يتحط في دبيب زيت وتعمل به الطواجن، تعمل به الحاجات اللي قلت لك عليهم انا توا. والله هاكم عطيتو مستوس يا ميم. مش عاده تعبيها لي بالريح دتو. اي شويه برك. البيشاميل نتاعي صحيح. مستوس هذايا ونحط لها زوز التيب نتاعها. نحط لها شويه فلفل الاكحل. لا. ونحط لها شويه ملح. كلي ذوب ذوبين. انا هو ميما تحب كلي سبيسيال طاجين اللي هو مفيد يكون فرماج رابي بريزيدون. فرماج رابي بريزيدون. ناري على روحي. اي ميما قول ما عنديش فرماج رابي بريزيدون. توا باش نعملوا المونتاج نتاع الموساكا نتاعنا. ليزانغريديون الكل حاضرين أمورنا واضحة. نبداو في المونتاج. خليني نطبق بي دونك. نحطوهم بحذا بعضهم. تحطوه فوق بعضه كيكا. اي مانيش نحطو حاجة. يا بنتي دقيقة ليه على كل ذا. اسكت علي اسكت اسكت شوية. ومن بعد نحطو شوية لحم مفروم. بي خليني نحاول. طبقة بطبقة. نبداو نعملوا طبقه. الطبقه الاولى بالتنجيله. طبقه ثانيه الحم مفروم. هذا لك المغرفه نتاع التسكيه ددو كلوش باش نعمل بها الصوص. لا انا في بالي باش تعمل الصوص. فوالا تو نحطوا شويه صوص. نيش هذو مزوز نرجعو نحطو البتنجان نتاعنا. صحيت سما البتنجان شو اسمه ميمة بالالما؟ عندتي تبارك الله العريفة. أنا عندي عمي الله يرحمه. الله يرحمه. قال لك قرا مشى مكتب الطليين. كانوا قبل فهم كاتب طليين في تونس. قال لك مشى وجاء روح لأمه المماتي اللي هي مماتي. قال لها يا امي تعلمت اليوم الطليان. قالت له يا وليدي دو مشيت المكتب تعلم. قالها ساهل كرتاباتو سوشاتو صباطاتو كل شيء زيت فيه في الاتو. اتو اوكي كان بيجي هكاك. تفكرت عمي الله يرحم. الله يرحمهم الكل. دوك نعاودو نحطو كوش واحد اخرى نتاع الحم مفروم. وبعد كده نحط الصوص. لا كهو صوص مره برك. مره برك. فوالا هاي توا هز هذيك باش ما نمسخوش الدنيا. ارميها غاديكا. وتوا ناخذ هذاك اللي بالزمزومه. بالزمزومه انا دايوغ بكريكا كيما جيت هيك على اساس باش نعمل بها البيشاميل. البيشاميل هذيك اخر طبقه دات. شابلور نهزها مغادي. شابلور ما عادش حاجتي بها. عاد عملنا بها الواح من الاخر ونشخشخوها بك جبن البريزيدون من فوق فوندون يشرها. هذيك هي الموساكا نتاع لي غريك. والله يعطيهم الصحة. فوالا اي ميما ما تخليش لا في الكوا فرغي. طيب باش نحطوها في الدو. دادو حل الفور شعلو. قديش نحط؟ باش نحطوه 180 درجه 20 دقيقه. دونك توا نكملوا نستيو بالكداك البيشاميل نتاعنا ونحطو نشخشخوها بك جبن بريزيدون الفوندون
يركب 66 كيف. هلا هيت عليك. حليته لي ددو؟ اي سي بون هو كمي ما حليته على جنب باش كان خليت منه. كي سناك يا عمي واللي انت عولت بيه بريزيدون. اه ما نجمش نعيش بلاش بيه، لازم يكون معايا. ماي ماما دخلت الكوجينات هالمره الاخرى كيف كيف نقى عندها عوله نتاع جبن قيصر. ما تسحقوش على بريزيدون. لا والله لا ما مغرومه بجبونات ما تصفهم. قالت لك انا ما نبدلهمش. طيب بيهم ولا تصفهم هكاك؟ والله هكا وهكا. انا قلت لك طيب بيهم وتاكلهم هكاك. اكثريه تاكلهم هكاك. ماركه كاسكروتات عاد انتوا في داركم. ساندويتش يا ماما راهو ما طيب. امبورغر يا ميمه شو عايش بيتي قبلني. طيب بالكيف فوالا. هاي دادوت ياي حطوا هذاك توا في الفور 180 درجة يقعد 20 25 دقيقة حتى لين يذوب. أيوة ومن بعديش تخليه يشد روحه ويتقص بارد، ما يتقصش اللي هو سخون. طيب بيان سور سينو يولي مفرد صح، لازم يشد بعضه ويبرد. توا نتعداو لحلو سهريتنا اللي هو طاجين فستق. طاجين الفستق يحب له فستق ملحي 500 غرام فستق، 500 غرام سكر مرحي، 8 عظمات، 200 غرام ريجينا. انتوما تو باش تبهتوا تقولوا لي وين الفارينه بركش نسيتوا المراه ولا ما عادش تعمل. لا هذايا سبيسيال يعملوه لا فارينه ولا خميره وجربوه وتو تشوفوا. كيفاش نعملوا؟ تو باش نبدا. هاي ناخذوا شقيلتنا. هذايا شنو ميلا ميمة؟ هذاك باش نزينوا به سكر جلاس وشويه وكعبات فستق باش نزينوا بهم. هذاك بور لو ديكور. باهي. فهمتني دادو؟ هذاك ديكور من الاخر نزروا عليه شويه سكر فارينه وكعبات فستق هذوما باش نزينوا بهم. من بعد نبداو اول حاجه نذوب الريجينه نتاعي. ها دادو وانا نبدا نعمل في ال نحط الكل قداش قلنا 200 غرام. هي الكل دادو. كلها كلها. باهي. باهي. نعملوا كثمانية كعبات عظام نتاعنا أقصوهم جست يتخلط شوية. حاشتنا بلا باتور لا حتى شيء، ساهل ماهل. خلطوا عليه ارتل السكر نتاعنا. نركضوا هذا الكل مع بعضه العظام والسكر. نصبوا كل الفستق نتاعنا. اي عاد علاش يا ميمه 500 غرام كاملين خاطر ما فيهاش صحيت ما فيهاش لا فيها لا فارينه ولا فيها حليب. هو نحيو هذايا خلي هذي كتاتو. اي هو خليتها باش نخلط بهذي بس باتشول نتاعنا. ايوا شويه ريجينا تو نزيدك شويه ريجينا ميمه. اي بشويه بشوي. هيا ماشي اشترى في القاعه. لا عاد ميمه هاك شوي بشوي. جيب لي جبتوك المولاي صحيتك. تشوف البنه نتاعها يا دادو. دادو خذ عايش بنتي بانسو نظيف وعملي شويه ريجينا في الاجناء باش ما تشدناش. هيت عليك. على الجناء برك، اوكي انا حطيت البابي دو كويسون باش كي تقلب هكا ما تتشدش. قلنا على الجناء برك. كل شيء برك. اي على الجناء برك. فوالا. عدي عليها الكل دادو عايش بنت. صحيح. هكا سافا. ريقلك البابي هات. بابي كويسون نستويه. قصيتناه مدور. لا فارينة، لا خميرة، لا حتى شيء. نصبوها شيء ما فيها. دونك جوست عملنا ريجينا. 200 غرام ريجينا عظم. استنيني عاد حطينا 200 غرام ريجينا يذوب عظم من الاول. حطينا 8 عظمات. اي ما حطينا 200 غرام ريجينا يذوبوا يذوبوا. اي وحطينا 8 عظمات. اي وزدنا عليهم قد ايه سكر؟ 250. لا رطل سكر ورطل اي رطل سكر ورطل فستق ورطل فستق و200 غرام ريجينا و8 عظمات وكهوه
فستق بنيس هذه ما لازمش يتلوح. اي بالطبيعه. تعرف عاده توا الفستق ولف فيك يا ولا دد تحيتك. استنى دقيقه دد نحط لك المغرف مش ما تنكد الاسم. هاي ورجع حلي الفور بنيتي. هاي قداش نحط؟ حط 180 درجة باش نحطو 25 دقيقة. 25 دقيقة. 25 دقيقة بعداش هكي تيب نذروا عليه السكر المرحي سكر الفارينة. سكر فارينة. هاي ونحطو كعباد فستق. تو كي تخرج وتطيب دادو نذروا عليها شوية سكر فارينة ونحطو عليها كعباد فستق كعب. باش تظهر لي هي نزينوها فوالا نزينوها. وتوا باش نسلم عليكم ونقول لكم ان شاء الله شقان فطركم مبروك وان شاء الله دبارتي عجبتكم ونتلاقاو غدوه.